دايرين؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، احوالكم طيبه باذن الله ان شاء الله. فاليوم غادي نقدم لكم واحد الطبق اللي هو كلاسيكي، ما كاينش فيكم كنظن انه شي نهار ما طيبتوش ما كليتوش، ولكن غادي يعجبكم، انا متاكده غادي يعجبكم حيت فيه خضره، فيه شي حاجه اللي هي بنينه، اللي هو طبق ديال الحوت معمر بالرز والخضره، فكيجي رائع. حشوه كتجي بنينه بزاف. الا بغيتوا البنات تعرفوا الطريقه تابعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا الشكل النهائي ديال الطبق ديالي ديال الحوت وتشوفوا المقادير بالتفصيل. ما تنساوش البنات الاشتراك في القناه ديالي، لايك الفيديو الا عجبكم، ونتلاقاو في اخر الفيديو. غادي نبداو على بركه الله بالخلطه او الضغميره ديال الحوت، فهي الخلطه اللي هي الكلاسيكيه ديال الحوت اللي كنا كنعرفوها. فغادي ندير هنا معلقه كبيره او معلقه ونص كبار ديال الفلفله الحمراء الحلوه، كذلك نفس القياس ديال الكمون، ملحه معلقه كبيره، بالنسبه للبزار فكيبقى اللي بغى يديرو يديرو، فاللي ما بغاش انا كتعجبني النكهه ديال البزار فكيعطي واحد الحروره، فكيبقى نسبي اللي بغى يديرو اللي ما بغاش يديرو. كذلك بالنسبه للسكنجبير فهدرت معلقه صغيره ديال السكنجبير، صافي. بالنسبه قلنا الخلطه ديال الحوت كل شيء كيعرفها اللي هي تقليديه معروفه من شحال هذا، غادي ندير فيها قزبر ومعدنوس، فهي كميه وافيه حيت غادي نحتاج للدغميره، غادي نديرها باش ندهن الحوت، باش ندير العماره ديال الحوت، وباش نخليها للخضيره اللي غادي نديرها في الجناب. انا غادي نطحن كل شيء، داكشي علاش قطعتو شويه كبير، صافي. غادي ندوز لهنا، عندي 3 الفصوص كبار ديال الثومه، عندي هنا شويه ديال المصير اولا الحامض اللي عندكم، فتا هو كيبقى نسبي حيت باقي غادي نزيد عصير ديال الحامضه، فهاد النكهات اللي كنزيد اضافيه فهي كتجي رائعه، كتزيدها واحد النكهه خاصه. هنا عندي عصير ديال حامضه سيترون، سواء غادي ديروا داك الصفر اولا غادي ديروا داك الخضر، فاللي متوفر عندكم صافي. كيجي بحال هكا، وغادي نطحن ما زدتش زيت العود، غادي ندير واحد الكميه وافيه فهي اللي غادي تفزق ليا شويه القوام ديالي، تقريبا 3 المعالق كبار ديال زيت العود، وغادي نطحن كلشي. فانا غادي نستعمل هاد الاله ديال الخلط، عندكم الات اخرين فممكن تستعملوا اي حاجه غير اللي غادي يقدر يطحن لكم، ولكن ماشي غادي تطحنوه مزيان غير يبقى عقد. صافي، من بعد ما طحنتها فكتجي على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا، ما طحنتهاش بزاف حتى كتولي ليا بوماد، فلا خليتها كنبغيت نخلي شويه ديال القزبر والمعدنوس باينين، فكتجي على هذا الشكل. ونسيت ما حددت لكم انه فاش كنت كنطحنها الا جاتكم ثقيله ممكن تزيدوا شويه ديال الماء غير باش تلقاو ما يطحن لكم، صافي. كتجي على هذا الشكل، وبالنسبه اللي كيبغيو يزيدوا الحر فالبنات احسن حاجه تزيدوها فهما دوك الفلفلات كيكونوا طوال، ما تزيدوش هذوك لي صوص الحارين اللي كيكونوا جارين، فهذوك المزيودات ديال الحر فكيجيو رائعين.
وكيجيب مذاق احسن. فانا فضلت انني نديرها محرش اليوم. ودابا غادي ندوزو للعماره ديال او للحشوه ديال الحوت اللي غادي تكون بالروز وبالخضره وبلي شامبينيون نوار وبالزيتون على هذا الشكل. دابا غادي ندوزو للطريقه. هنا غادي نجيب مقله كبيره باش تقدر تهز ليا الحشوه ديالي لا تجي كثيره وتبقى كتهبط لكم من الجنب. فغادي نزيد زيت العود اللي كيفضل يخلط زيت العود وزيت النباتية ممكن تستعملوها. هنا عندي خضيرة مشكلة فاستعملت هنا قريعة خضرة قطعتها مكعبات صغيرة. درت خيزو كذلك نفس الشيء ونوعت الفلفلة شكلتها بين الحمراء والصفراء. ممكن تستعملوا الخضرة اللي عندكم. فكتعرفوا انه الحوت كتجي معاه الفلفله. ممكن ديروا حتى الفلفله خضراء. صافي وغادي نخليه حتى يهبط لينا فعلى عافيه فمهيله ما جهدتهاش بزاف. كيف ما شفتوا البنات ما زدت لا ملحه لا بزار لا حتى حاجه. فانا باقي غادي نزيد عليها الضغميره ديال الحوت اللي درت فهي اللي غادي نسم بها الخضرة والروز اللي غادي ندير. صافي هما كيما كتشوفوا الخضيرة ديالي فهبطات شوية خليتها حتى تشحرات غير كيرطب لينا خيزو كاع هو اللي كيشد لينا طياب حيت باقي غيطيب لينا في الفران. غادي نزيدو واحد الكمية ديال الروز. عندي هنا الروز صفر سلقتو في الماء بملحة والبزار وغادي نزيدو وخليتو حتى برد. فغادي تزيدو الكميه اللي غادي تحتاجوها على حسب الحوت اللي عندكم. صافي غادي نزيد الزيتون فحيت ليه العظم وقطعتو وغادي نزيد شامبينيون نوار حتى هو درتو في الماء السخون حتى طلق ليا غسلتو كيكون فيه التراب والحجر وغادي نزيدو حتى هكا وقطعتو شرائح. وكيف ما قلت لكم فغادي نزيد شويه من الشرموله اللي صوبت الحوت هي اللي غادي نسم بها الخضره والروز. غادي نحرك كلشي تنسجمو ليا العناصر كامله ونطفي عليه ونخليه يبرد. البنات الا بغيتي تزيدو شويه ديال الصوجا فحتى هي كتنسمها بزاف كتعطيه مذاق رائع حتى هي كتبقى نسبيه على حسب الاذواق وعلى حسب كل شخص. صافي غادي نطفي عليه دابا وغادي نزيد واحد المعلقه صغيره ديال الصوجا ونخليه حتى يبرد. فهنا كنجيب لاطا ديالي فكيف شفتوا معايا في الفيديو اللي قبل فمني خديتها والثمن ديالها بشحال فخديت هنا الحجم المتوسط ما خديتش الصغيره وما خديتش الكبيره. فهذا القياس ديالنا. خليت الحشوه ديالي على جنب باش تبرد ليا باش ما تجينيش سخونه في التمر. صافي وغادي نفرش. درت خيزو شويه غليظ على شكل دوائر. ممكن تستعملوا العواد ديال الكرافس البصله ممكن تستعملوا عويدات ديال القزبره ولا معدنوس فاللي عندكم واللي ممكن يهز على الحوت باش ما يلصقش من بعد. صافي كنفرشوه وغادي نخلي الجناب خاويين فهما فين غادي ندير الخضره. صافي اللي غادي يهزها لينا صافي على هذا الشكل. هنا عندي اخترت موستل حجم اللي غادي نحلها ونعمرها وما تجينيش كبيره بزاف فهاد ديجا القياس يقدر يجيني شويه وافي.
حيدت ليها الشوك اللي فيها الوسط فماشي مشكل غادي تجيني على هذا الشكل هكا فحيدت ليها الشوك كاملو حيدت ليها كاع دوك القشور اللي كيكونوا الفوق حيدت ليها الداخل ديالها حيدت لها العينين فنقيتها كامله حيت كتعرفوا داكشي كيطلق المروره وما كيكونش بنين في المذاق فاش كطيب صافي غادي نجيب العماره اللي درت كيف ما قلت لكم انا درتها بزايد شويه وغادي نشدها وغادي نعمرها ندهنها من الوسط بغينا حنا اللحم ديال الحوت هو اللي يكون فيه المذاق صافي كيف ما شفتوا فحيدت لها كاع الشوك ديالها اللي كيكون الوسط ممكن تستعملوا الى عندكم التاف الا كان جديد اولا غسلوه مزيان وهو باش تنقيو داك الشويكات اللي كيبقاو لينا في وسط اللحم ما كيبانوش كيكونوا خطيرين الا بقاو وما شافهمش شي حد فهما فاستعملت انا التاف فخديته جديد ديزانفيكتيتو وما باش نقيت الشوك اللي كان ليا في الحوت صافي فغندير على هذا الشكل صافي وفاش غادي نسالي غادي تشوفوا معايا كيفاش غادي نعمرها بعد ما ضغمرت الحوت ديالي كامله فما خليت حتى بلاصه لداخل فهذا هو اللي غادي يعطينا المذاق من بعد غادي نشد العماره اللي صاوبت كتجي على هذا الشكل فزدت ليها في الاخر معلقه صغيره ديال السوجا هذيك السوجا اللي كتجي ثقيله صافي هي اللي كتعطينا داك اللون وكتنسم علينا فكتعرفوا انه السوجا كتوالم لينا مع الحوت وغادي نحاول نعمرها تجي عامره مزيان ومن بعد اللي عنده ديكور دون فمزيانه اولا ناخذ هادو ديال لي بروشيت وقطعتهم فهما اللي غادي نسد بهم في الخر اولا ممكن تخيطوها بالخيط صافي غادي نبداو نعمرو الحوته ديالنا فكنحلوها مزيان داكشي اللي قلت لكم خذوها متوسطه ديال الحجم باش نقدروا نعمروها كيف ما بغينا فاللي كيقدر يزيد الحار فحتى هو كيجي رائع بالنسبه اللي عنده الوليدات ولا اللي ما كيقدرش على الحر فهذيك حاجه اخرى فهو زعما كاضافه كيجي رائع في المذاق الا شط لكم البنات الضغميره اولا الحشوه ممكن تحطوها في الجنب ديالها تخنوها وحطوها في طبيصلات حداها اولا حتى تطيب وزيدوها في الجنيبات فبلا ما تضيع لينا بعد ما سديتها الا كان عندكم لي كوردون فغادي يكون افضل حاولت نسدها بدوك لي بروشيت العود اللي قطعتهم باش ما يبقاش تحل لينا مع الطياب ويخرج لينا الحشوه اللي درت صافي فهنا خديت بطاطا فقطعتها رونديلات على شكل دوائر وغادي نحطها في الجنب كما شفتوا هنا الشكل الاخراني فحاولت نزوقها فكيبقى على حسب الاختيار ديالكم التزواق فدرت رونديلا فالشريحه ديال البطاطا
فوق من هاد الورا ديال الحبلت ندير الاحمر والصفر عاود هنا كنوع وفوق من هاد الورا ديال المطيشه وكندير القوام ديال الشرمولات الحوت اللي درنا فهادشي اللي كيبقى ليا في الاخر فخديت هنا مطيشه مع حكوكه فحكيتها بالحكاكه الرقيقه ممكن ديروا مطيشه كونسنتري وغادي تخلطوها مع الشرموله ديالنا فاذا بغيتو كونسنتري صافي اذا بغيتو تكونسنتري تزيدوا مع شويه ديال الماء وخلطوها وهي اللي غادي تستعملوا بغيتو تستعملوا مطيشه طريه فكيبقى الاختيار ديالكم صافي وغادي نحاول نديرها في الجنيبات وهي اللي غادي تعطينا لاصوص ديالها غادي نغطيها ببابي الومنيوم بابي سول ديال كويسون عاد بابي الومنيوم باش ما تحرق ليناش وغادي ندير الفرن على درجه حراره ديال 170 درجه ما بغيتهاش تحرق ليا بغيتها تطيب ليا على اخرها ديك الساعه فاش غادي تبدا تطيب ليا غادي نحيد بابي كويسون او بابي الومنيوم ونخليها تحمر ليا شويه من الفوق ونعاود نرجع معكم الشكل النهائي كيف ما شفتوا معايا كنزيد هذا قطعتهم شويه حيت غادي نغطي من بعد بالنسبه للحوت فدهنته بشويه ديال الزبده فهي اللي غادي تعطي هذاك اللون البني غادي تجي محمره غادي تجي زوينه ما درتش عليها الشرموله باش تحافظ على اللون ديالها دابا غادي قطعت بابي كويسون على القد ديال لاطا فغادي ندير على بابي كويسون فوق منها غادي ندير بابي الومنيوم وندخلها الفرن كيف ما قلت لكم على درجة حرارة ديال 170 درجة المدة ديال 20-30 دقيقة نحسبها بدات كطيب ما فيها والو الا بدينا كنقلبوها ساعة ساعة وما بغيناهاش تنشف لينا من لاصوص اللي درنا غادي نحيدو ليها هاد لي بابي اللي درنا ومن بعد غادي نخليوها تحمر شوية من الفوق ونجبدوها غادي نقدموا سلطه مغربيه سلطه ماروكين مع البلا ديال الحوت ديالي غادي نستعمل فيها هنا عندي جوج مطيشات مقطعين صغار مكعبات صغيره عندي هنا جوج فلفلات خضرين شويتهم وحيدت لهم الكحول نقيتهم وقطعتهم حتى هما مربعات صغيره غادي نستعمل بصله صغيره ديك البيضه حيت كتكون شويه حلوه على الاخرى على الحمراء حتى هي قطعتها شلطتها بطريقه صغيره كيف ما كتشوفوا شوي ديال القزبر ومعدنوس فص ديال الثومه وحده هنا عندي ملحة والكمون وعندي عصير ديال نص حامضة فما بغيتوش يجيني حامض بزاف وغادي نخرى بزيت العود صافي وغادي نحركو الكل غادي نخليه في الثلاجه باش تجيني بارده بما يكمل ليا البلا ديال الحوت بما يطيب وغادي نقدمها معها فكتجي رائعه وكنظن ان كلشي كيعرفها وكتبقى صراحه هي بنينه وكتقدم مع الاطباق التقليديه ديالنا
صافي كتجي على هذا الشكل. غادي نديرها في الثلاجه دابا ونخليها تبرد. بالنسبه للطبق ديال الحوت ديالي ف طلع على هذا الشكل، فزوقته بطريفات ديال السيترون، شويه ديال القزبور والمعدنوس طريين من الفوق، الزيتون الخضر. بالنسبه لي بروشيتا ولا لي كوردون الا درتوهم فكنحيدوهم، شفتوا كيف ما شفتوا هنا هما اللي ما كيخليوش تحل لينا وتخرج لينا الحشوه اللي درنا. قدمته مع سلطه المغربيه، سلطة ماروكين اللي درت، سوقته بشويه ديال الزيتون وقدمته مع عصير ديال الليمون. وبالصحه والراحه. وبالنسبه للبنات جداد معايا في القناه ما تنساوش الاشتراك باش توصلوا ديما بالجديد ديال الفيديوهات ديالي. لايك الفيديو الى عجبكم. بالنسبه لليان ديال انستغرام فغادي تلقاوه في صندوق الوصف، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديده.